يشرفني ان انا اقول لك ده، انا قعدت مع كل الجهات المعنيه. يشرفني يعني، لاني ببساطه شديده كواحد فنان مصري تخرج من اكاديميه الفنون واشتغل في الحقل الفني، ما يعني كان احتكاكي بكل المؤسسات دي من بعيد يعني. لا شرفني تماما اني اقعد مع كل الجهات المعنيه، لاني طمنت قبل بقى كمان العمل الفني. اطمنت انه، مش قصدي ان انا قبل كده كنت متخوف او متشكك، لكن اطمنت انه لا، احنا عندنا مؤسسات مصرية، احنا دولة مؤسسات مصرية كبيرة وعلى درجة من الوعي والقوة والفهم والادراك على المواطن المصري انه يطمئن. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الوطن، الحمد لله على نعمة الشرفاء ونعمة المؤسسات المحترمة الوطنية زي على رأسها القوات المسلحة وكل فروعها. ده غير طبعا ان احنا بنعيش في فترة الحمد لله رب العالمين في توجيه من سيادة الرئيس بالاهتمام بالفن صح بشكل عام. نعم. وشفنا تشجيع سيادة الرئيس في الندوات التثقيفية اللي بيعملها بتكريم فنانين مصريين. نعم. وخليني انا اؤكد على نقطه هامشيه، انه ده يدل على اهميه هذا الدور الذي يلعبه الفن، ويدل على انه الفن قيمه كبيره يراها سياده الرئيس، ودي حاجه نعتز ونفخر بيها، انه 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 قياده البلد وسياده الرئيس يعي تماما انه القوى الناعمه دي مؤثره للغايه، تقدر تمس القلوب وتشعل قوى الانتماء وفي النفوس مرة أخرى، وتعيد القضايا الرئيسية لأذهان الناس. كل ده دور لازم يؤديه ونلعبه، وعشان كده نرفض تماما أي، أنا واحد من الناس يعني لما بشوف أي سخرية من الفن المصري أو من القوى الناعمة المصرية، وإن كان في بعض التجاوزات تظل صغيرة جدا وضئيلة، فبنزعج جدا، لأن الدور المصري في الفن المصري، لا احنا وصلنا للعالم كله والوطن العربي كله بالفن المصري. نعم. فنتمنى ان احنا نظل عند حسن ظن الناس ونقدم دايما حاجات محترمة تليق بمصر. الناس خلي بال حضرتك مسؤولية كبيرة، لان انا المؤلف، فالمؤلف عليه المسؤولية الكبيرة، الناس منتظراها. ربنا يستر. يعني ناس حاطة امال كتير، ومش عايز اقول لحضرتك من امبارح ومستمر لحد دلوقتي، ممكن ترند دلوقتي من امبارح، السرب شغال كله داخل بيتكلم على الانتظار. الفيلم اصعب مشاهد ايه، او اصعب لقطات او لحظات؟ لا في لقطات ولحظات كتيرة صعبة في الحدث، لانه الانتصار والنصر دايما بيجي من تخطيط وجهد وتضحية واحيانا من ألم. فكل ده موجود داخل الفيلم. لحظات ألم موجودة داخل الفيلم، عقبها لحظات قرارات حاسمة، عقب هذه القرارات تضحيات مذهلة. مسؤولية التأليف اللي حضرتك بتشير إليها دلوقتي دي مسؤولية أنا حتى الآن وسأظل طول عمري، يعني إن كان ده أول أعمالي أو آخرها، وكاتب ربنا سبحانه وتعالى العمر إيه في الرحلة هنشوفه بإذن الله، يعني ربنا يخليك يا فندم.